شاهد ملكة النحل طول واختلاف اللون، اللون تاعها يميل للاحمرار طويلة. لكل خلية توجد ملكة واحدة تضع البيض، هذه الملكة تتلقح مرة في الحياة وتعيش حتى لستة أو سبع سنوات، لكن احنا نغيروها كل سنتين باش يبقى المردود، مردود الإنتاج تاعها كبير. تتخذ من الجبال بيوتا وتأكل من كل الثمرات، للنحل قصص تروى وهذه إحداها في هذه المزرعة الخاصة في حمام قرقور شمال سطيف. نحن عند الطيب واحد من منتجي العسل في المنطقة، وها هو يقوم بتوفير مياه عذبة لسقاية نحلاته. العملية هذه مادام المياه تاع الوادي راهي ملوثة، لازم نحن نوفر المياه عذبة للنحل. راك تشوف هنا كاين البير، نجيبوا الماء من البير نوفروا هنايا داخل هذا الصهريج هذا، نوفروا له النحل هذه الخيشه باش يجي من فوقها ويمص الماء باش ما يغرقش داخل. هذه العمليه هذه كنا نوفرها للنحل في المناطق الصحراويه، لكن الان ولينا نوفرها له هنا في الاماكن اللي فيها الماء. شعبة تربية النحل في الجزائر سجلت ارتفاعا في إنتاج العسل خلال العقد الأخير وصل 85% بمعدل أكثر من 74 قنطارا في السنة، إلا أن هذا الموسم عرف تراجعا لعدة أسباب. ضعف الإنتاج راجع أساسا إلى ضعف النحل والظروف الجوية وتداخل الفصول مع المياه الملوثة هذه كما كنا نحكي، وسمة تأثر على النمو تاع النحل، الاعداد تاع النحل تقل، كيقل العدد تاع النحل يكون الانتاج قليل. احنا الصعوبات اللي واجهتنا هذا السنه هي كما جاء الحجر الصحي، ما قدرناش نرحلوا النحل في الوقت المناسب، وما نقدرش نتنقلوا ليه باش نقوموا به كما نقولوا، باش نشوفوا واش خصو هذا النحل هذا ونوفروا له مثلا مياه ولا نوفروا له دواء ولا نوفروا له، ما قدرناش نتنقلوا ليه. يتنوع العسل مذاقا وفائدة بتنوع مكان تواجد النحل، فعملية الإنتاج تمر مراحل عدة مع تعاقب فصول السنة، وتعتمد أساسا على نقل مجتمع النحل من مكان لآخر حسب الظروف والموارد الطبيعية التي يحتاجها لتغذية أسراب النحل. في فترة الربيع نجو العسل تاع الحمضيات، أقرب منطقة نقصدوها باش نجو الحمضيات نروح السهل تاع ود صومام في بيجاية، نقدر نروحو كذلك المتيجة. من بعد ما خلصوا هذيك المرحلة نتنقلوا لهنا المنطقة الجبلية، المناطق الجبلية نجوا للعسل متعدد الأزهار، متعدد الأزهار أو عسل ألف زهرة، ميلتي فلور والله ميل فلور، العسل هذا الجبلي. ومن بعد منا ننتقلوا للصحراء، للمناطق السهوب أو الصحراء اللي ينتج عسل السدر. من بعدها ننتقلوا للنواحي تاع البيض، نجي واحد العسل في المناطق الجبليه، في هذيك المناطق كاين واحد النبات، كاين نباتات مختلفه ومن بينها اللبينات، نجي العسل تاعها. ومن بعد نعاودوا نرجعوا لهنا في نهايه الصيف. انواع تاع العسل هو عسل السدر ومطبوخ، اسعار راهي تتراوح ما بين 3000 دينار 4000 دينار للكيلوغرام، تلحق حتى 5000 دينار، عسل السدر يتباع ب 5000 دينار. انتقاء سلالة النحل الأقل عدوانية مهمة أخرى لا تقل صعوبة لدى المربين، وقد تجنبهم في كثير من الحالات صعوبات ومخاطر خلال تربية النحل. كيف نقوم بانتقاء هذه السلالة؟ لدينا مثلا هنا خلية نريد معرفة مدى عدوانيتها، نأخذ قطعة من الخشب هكذا، على باب الخلية نصدر لها أصوات، إذا كانت عدوانية سوف يخرج هذا النحل لمجابهة هذا العدو الافتراضي بالنسبة له، هو أنا الذي أصدرت هذه الأصوات عند باب الخلية. لكن هنا في هذه الخلية نلاحظ النحل لا يتحرك وغير عدواني، إذن علامة ثانية للانتقاء السلالة هي أن هذا النحل
أو هذه الخلية ليست عدوانية. أكثر من 12 سنة قضاها الطيب في تربية النحل وإنتاج العسل، اكتسب خلالها خبرة لا يرى مانعا لنقلها للراغبين في خوض هذه التجربة. الشريط هذا عسل غذاء للنحل، عسل طبيعي تاعو بطبيعة الحال. هذه حضنة، هذه المغلوقة حضنة مغلوقة فيها نحلات قريب تخرج، وهذه حضنة مفتوحة فيها يرقات صغيرة. النحلة راك تشوف راهي غضي في اليرقات. عندي علاقات مع الناس أخصائيين تقنيين متمكنين في هذه الميادين، اكتسبت مع عندهم خبرة ومعرفة وتجربة. أنا الهدف تاعي الأسمى أني نلحق هذه المعلومة وهذه الخبرة للناس اللي راح يديروا مشاريع كيما هذه تاع الأشجار المثمرة وتربية خلايا النحل، خاصة منهم الشباب، باش ما يخسرش في بداية المشوار تاعو، ما تكونش عنده انتكاسة ويحبس من المشروع، أنا ماذا بيا يكمل وينجح. دقائق قبل مغادرتنا لمزرعة الطيب، يحوم هذا الطائر الذي يدعى الوروار ويتعقب لحظة مغادرتنا ليصطاد حوالي 500 نحلة في اليوم الواحد. رغم هذه الصعوبات يبقى المستثمرون في هذه الشعبة صامدون من أجل شراب فيه شفاء للناس.